السلام عليكم حبيباتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا بخير، اموركم كلها على خير ان شاء الله. دائما ناشطين وفرحانين. كي خلاتها هيبه دابا شافتني غنسجل وهي تقول ناشطين فرحانين. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير اخواتي. كنشكركم بزاف قبل من اي فيديو، اول حاجه لانكم سولتوا عليا، لان تقريبا هذه جوج الاسابيع ما بقيتش نزلت حتى شي فيديو من غير الفيديو تاع العطريه، لان كنت راكم عارفين مشيت شدت الميمه الحنينه وراه جيت، راه تقريبا دابا قريبا كملت سيمانه باش جيت، ولكن البنات الجهد ولا الخاطر باش نصور، وانا ماشي كنبغي غير نصور وصافي، خص المورال يكون هو هذاك، لقانا هي هذيك وصافي. صراحه ما سخيناش بالوالده وحق الله. بالنسبه للاخوات اللي تيسولني عليها، هي الحمد لله شويه وصافي، يا ربي تشافيها وتشافي جميع مرضى المسلمين. دائما دعواتكم البنات للجميع يا ربي، ونشكركم بزاف على الدعوات ديالكم ديال الخير، ولكم بالميت الله يسهل عليكم اي حاجه كتمنوها يا ربي، امين. ونقول لكم جمعه مباركه، اليوم راه الجمعه، درت واحد الكسكسو بالقديد. المهم ما بديتش معكم من الاول، جا موضرني تغدى، يلا غيمشي دابا. ايوا، وملي تغديت قلت بلا ما نمشي نعس ثاني، غادي نولي ديا بحال مكتفي، لا هما ندير مع البنات هكا شي حاجه للكوتي، خصوصا في هاد الوقيته مع الوليدات بداو كيقراو، شي حاجه للكوتي ولا شي حاجه هكا، وجبات سريعه سواء الغداء ولا العشاء اللي ينفعوا حتى النساء العاملات، علاش لا. شكرا لكم بزاف البنات، والله الا كنقرا تعليقكم دائما كتفرحوني بزاف، حيت كتسولوا فيا، يعني وليتو عائله صراحه، راه اكثر من العائله في بزاف ديال الحوايج، فالله يسهل عليكم. ما نساش نشكر بزاف ونوجه تحيه كبيره لواحد جوج الناس، لاي كلمه نقدر نقولها قليله في حقهم اللي هما عيالات خوتي، اللي ما نكذبش عليكم البنات، اي كلمه غادي نقولها ما كتوفيهمش حقهم، كيتهلاو في الوالده ديالي، هما اللي صراحه معاها دابا، وفي المحنه اللي دازت فيها في رمضان، يعني طرطق لي هذاك العرق في الراس، راه تشللات كاع مسكينه وما لقاتهمش، هما زعما حنا بعاد، وكان داك الحجر الصحي الله يجلي فيها الخير ويبعد علينا هذا الوباء. نشكركم بزاف عائشه وخديجه اللي خطيكم، اي حاجه قليله في حق كم ربي يجازيكم على اي حاجه، عتي امي راه تتشكرهم وتتعاود، يعني راه بناتها ماشي عريساتها صراحه، قلال من بنات الناس بحال هكا، اولا كاينين غير قلال. الله يخليهم لها يا ربي ويخليهم لينا، والله الله يعمر هذا الصراحه عيرات خوتي بجوج، الله يسهل عليهم. فشكرا لهم من هذا الفيديو، قولوا لي نتوما كي دايرين، شنو الجديد عندكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، خليكم معايا ان شاء الله يا ربي تستافدوا كيف العاده، الغرض هو الاستفاده. وشكرا لكم بزاف اخواتي، فرجه ممتعه. ايوا هي هادي البنات القصريه ديال الكسكسو بالقديد، صراحه جلديد مشهيتكم فيه، ما صورتوش معاكم لان ما كنتش معوله نصور ان شاء الله مره اخرى، حيت جاي مول الدار يتغدى، داكشي علاش درتو باش نتغداو هكا مجموعين، راكم عارفين الا ما كانتش الجماعه ما كاين والو. اول حاجه غادي نديرها معاكم واحد البيسكوي اللي غادي ينفعكم بزاف مع الاطفال ديالكم، الكوتي كيجي رائع بزاف، هو بيسكوي غريبه في نفس الوقت، كنتمنى فعلا اخواتي تجربوه وتردوا عليا، لان كيجي هشيش بزاف والد منه ما كاينش. غنحتاجو 100 غرام ديال السكر حبيبات او السكر سنيده، 100 غرام اللي هي كاس عنبه اللي ما تيكونش عامر، يعني كاس قل ربع، وممكن ديروا حتى الكاس، لكن كاس قل ربع كافيه ووافيه. عندي 100 غرام ديال الزبده، انا استعملت الزبده من اصل حيواني، ممكن تستعملوا ديال البواطا اولا ديال المارغارين اللي بغيتو، ولكن هذه الصراحه كتجي زوينه. وعندي هنا كاس ديال اللوز كونكاسي، ممكن ديروا اللوز كونكاسي اولا كاوكاو اللي بغيتو، ها هو خديتو حمرتو حتى تحصلت على هذا اللون هذا، وزدت طحنتو شويه يعني في الطحانه باش ما يجينيش غليظ بزاف، كيخلي الغريبه تجي هشيشه. كاس ديال اللوز كونكاسي اولا كاوكاو كونكاسي اللي بغيتو محمر ومهرمش عاود شويه. وعندي كاس ديال الزيت اللي هي 160 مللتر، وواحد القبيصه ديال الملحه مع معلقه صغيره ديال البيكنج بودر اولا خميره الحلويات، معلقه صغيره اللي هي 4 غرام، ما كديروش صاشيه كامله ديال الخميره، غير معلقه صغيره، مع سكر منسم بالفاني 7 غرام، جوج المعالق كبار ديال نشا الذره اولا المايزينا، جوج ديال المعالق كبار، وجوج المعالق كبار ديال الفيرميسيل ديال
ديال الشوكولات فيرميسيل ديال الشوكولات اللي كيكونوا ملونين. انا استعملت هادو ديال اكبيل البنات، راه الباكيه دايره 9 دراهم، رخيص بزاف، والوليدات ملي كيشوفوه هكايا في البسكوي كيبغيوه بزاف. بالنسبه للدقيق عندي 350 غرام اللي هي 3.5 كيسان بقياس كاس العنبه. بطبيعه الحال دقيق نوعيه جيده ويكون منخول او مغربل. ف 350 كافيه ووافيه، لان هذا البسكوي ماشي اول مره غادي نديرو، درتو بزاف ديال المرات خصوصا فاش كانت هبه في المدرسه، فجربوه ردوا عليا. خديت ديك 100 غرام ديال الزبده، درت معها ديك القريصه الملحه والسكر فاني وديك 100 غرام ديال السكر سنيده، دمجتهم مزيان، عاد ضفت ليهم ديك تقريبا واحد 100 غرام ديال اللوز كونكاسي محمر ومهرمش، او لا اي لوز عندكم ممكن ديروا حتى اللوز بالقشره محمر اللي بغيتو. كنحركو مزيان باش كيطلق اللذه ديالو. عاد كنضيف كاس ديال الزيت اللي هي 160 مليلتر، وكنعاود نحرك شويه، وكنضيف هادوك جوج المعالق ديال الفيرميسيل ديال الشوكولات، وجوج المعالق ديال النشا، وديك معلقه صغيره ديال البيكين باودر. وغادي نبقاو نضيفو الدقيق بشويه بشويه حتى كنلمو هاد الغريبات هادي، يعني العجينه اصلا ما كتجمعش لان دايره بحال الغريب هاد البسكوي، وكيجي هشيش بزاف رائع، يعني اكيد غادي يعجبكم. شوفوا القوام ديالو كيفاش داير. المهم ما خصش العجينه تكون قاصحه بزاف، وما خصهاش عاود تكون خفيفه. دابا غادي نبداو نشكلو، كنحاولوا ناخذوا شويه العجينه كنجمعوها ما بين ايدينا هو الاول كيف كتلاحظوا، حيت كنشكلوها على شكل كره، فما تضغطوا عليها ما حتى حاجه، راه هي ملي غادي تدخل الفران غادي تهبط شي شويه، يعني غادي ترخى غتاخد راحتها، غير هو بعدو ما بيناتهم لانها غادي تضاعف الحجم ديالها وغادي تهبط، يعني كتولي على شكل بيسكوي مدور وكتولي رقيقه. يعني شوفوا الحجم ديالها دابا كيداير، وملي غادي تطيب كيفاش غادي تولي. صافي غادي نكمل نشكل الكويرات هكايا ديال العجينه. بغيتو تضغطوا عليهم شويه، تضغطوا باش يجيوكم يعني هابطين، ما بغيتوش بلاش. غادي ندخلهم للفران، دائما عندي فران شعلته بواحد 3 دقائق من قبل، يعني ما تشعلوش حتى يسخن بزاف. كندخل الحلوه كنشعل عليهم من التحت حتى كيطيبوا، عاد كنشعلوا من الفوق ونكمل الباقيه اللي عندي. بالنسبه للوصفه الثانيه واللي هي واحد الفطيره اللي كتجي رائعه، كل شيء فيها كتجي بنينه وكتستحق التجربه، هكا الكوتي ديال الوليدات او للنساء العاملات او لحنا، صراحه حماقوا عليها بناتي يا البنات، والله غير جربوها لوليداتكم غادي تعجبكم بزاف بزاف، للعشاء ولا للغدا ولا اللي بغيتو. فخديت واحد المقيله درتها فوق البوطه، درت شويه ديال الزيت، خليت ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، وخديت واحد البصيله اللي قطعتها شرائح رقيقه بزاف، ما زدت ليها لا ملح لا والو، خليتها تتشحرات حتى تبدات كتعطينا واحد اللون ذهبي، وزدت عليها واحد الفلفله اللي حتى هي مقطعه شرائح رقيقه كيف كتلاحظوا معايا، وزدت واحد الجزره اولا واحد الخيزويه اللي محكوكه في الحكاكه الغليظه، كنزيد عليهم شويه الملحه وشويه الابزار، وكنخليهم يتشحروا مزيان حتى كيتعلقوا، يعني كيهبطوا بمعنى الكلمه، باش الوليدات ما كيحسوش بهذوك الخضر وكياكلوهم وكتعجبهم هذه الوصفه بزاف. عن تجربه غادي تحماقوا عليها. صافي خليت هذيك الحشوه تبرد، وغادي ندوزوا لبقيه المقادير. عندي 3 ديال البيضات اللي كيكونوا كبار، الا عندكم البيض الصغير ديروا 4، 200 غرام ديال الدقيق الابيض اولا الفارينه، 200 غرام اللي هي جوج الكيسان ديال العنبه اللي كيكونوا ما عامرينش بزاف، وعندي نص كاس خليط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، بطبيعه الحال كاس ديال العنبه، نص كاس اللي هي 80 مليلتر، وعندي 100 مليلتر ديال الحليب السائل، 100 مليلتر اللي هي كاس عنبه اللي ما تيكونش عامر، وعندي واحد اليوغورت طبيعي بدون اي نكهه، يعني ناتور طبيعي للوزن ديالو 100 غرام، استعملت انا هاد بيرلي مسوس، استعملوا اي يوغورت عندكم. وعندي 14 غرام ديال بيكين باودر او خميره الحلويات، انا استعملت البنات غير ساشيه ونص، 10 غرام يعني داك النص ساشيه اللي شاط ليا من الحلوه، المهم استعملوا غير ساشيه ونص ولا جوج اللي بغيتو، شويه ديال بودره ديال الثوم وشويه ديال الابزار وشويه الملحه. وغادي نحتاجو بالنسبه للحشوه داك الفلفله مع البصله ومع خيزو اللي جاونا معلكين كيف كتلاحظوا معايا، وراها بردات هذيك الحشوه. عندي هنا شويه ديال لانشون محكوك في الحكاكه الغليظه، تيبقى اختياري هاد لانشون، الا بغيتوه ديروه، ما بغيتوش تستغناو عليه. وواحد العلبه ديال الطون اللي صفيتها من الزيت، هذا البنات راه الطون مزيان، صفيتها من الزيت وفرتتها شويه، وعندي شويه ديال الزيتون مقطع،
وشويه ديال الفرماج الاحمر محكوك بطبيعه الحال. وعندي هنا واحد معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس مقرضين. هادو هما المقادير سهله ولذيذه اللي كيجيو روعه. فبسم الله كناخذ واحد الاناء اللي غادي نهرسوا فيه ثلاثه ديال البيضات. كيف كتلاحظوا ان الحجم ديالهم كبير، الا كانوا صغار ديروا ربعه البيضات. قبيسه تاع الملح اللي صغيره لان تقريبا كل شيء عندنا مالح، وشويه ديال بودره ديال الثوم نص معلقه صغيره، وشويه ديال الفلفل الاسود. هاد المنسمات باش كيحيدوا لينا الزفره ديال البيض، خصوصا ديك بودره الثوم كتحيد نهائيا الزفره ديال البيض. من كنحرك البيض شويه حتى يتطلق، عاد كنضيف نص كاس خليط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، وداك اليوغورت او لا الزبادي طبيعي بدون اي نكهه. وغادي نضيف كاس معمرش ديال الحليب، وانا كنخلط يعني دائما كنضيف التوابل هادو المقادير، وما بين مرحله ومرحله كنخلط. وغادي نبدا نضيف، ضفت في الاول نصف كميه ديال الدقيق مع داك 10 غرام ديال بيكين باودر، وغادي نضيف نصف الكميه اخرى. يعني كنتحصلوا على القوام تقريبا بحال ديال الكيكه، كيجي خفيف شي شويه هانتوما. الحاجه المميزه انها سريعه، ما كتحتاج لا تخمر لا حتى شي حاجه، وكتجي بنينه احسن من البيتزا البنات، نضمن لكم انها احسن من البيتزا. كنضيف ديك المعلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس اللي تيكونوا مقردين. صافي راني خلطت مزيان، كنحيد الفوي، ودابا غادي نضيفوا الحشوه. كنضيفوا ديك خيزو مع البصله والفلفله اللي مشحرين، لانشون او الكاشير كيبقى اختياري ممكن ما ديروش. وكنضيفوا الزيتون مقطع والفرماج محكوك. ممكن تضيفوا حتى واحد الطريقه ديال السودانيه او الهري، هذيك السودانيه على حسب اللي كيبغي الحار. انا مع بناتي درت غير شويه ديال الابزار. هنايا غادي نخلطوا دابا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى كيندمجوا مع الخليط ديال العجين اللي درنا في الاول. وغادي نجيبوا واحد الصينيه فاش غادي نديروا هاد البيتزا هادي ولا الفطيره ولا سميوها كيف حبيتو انتما. كيفاش كيجي القوام؟ كيجي خفيف. الصينيه اللي فرشت فيها بابي سولفوريزي، عندكم اختيار الا بغيتو هاد الفطيره تجيكم غليظه شي شويه كديروها في طاوله اللي تكون صغيره، يعني صغر من هادي. الا كنتو بغيتوها بحالي تجيكم رقيقه بحال البيتزا، ديروا الطاوله اللي تكون كبيره. هادي البنات راه ديال الفران اللي كان عندي الاول ديال رويال، ما عرفتش تقريبا غيكون فيها واحد 30 سنتيم على ما اظن. فكنديرها وكنحاول نوزعها ضروري البنات من بابي سولفوريزي، اولا كدهنوا بالزيت مزيان. كنقادها كنحاول نساوي ليها السطح ديالها مزيان، وكنرش عليها واحد الرشيشه خفيفه ديال الفرماج الاحمر على حسب اللي بغيتو نتوما، ما بغيتوش ما ديروش. صافي الا بغيتو تزينو عاود بشويه تاع الزيتون زينو من الفوق. هنايا خديت هاد لافاش كيري، هاد الفرماج اللي حار دايرين فيه زعما الفلفله الحاره، صراحه حمقني انا عجبني. درتو في البلاصه اللي غادي ناكل انا البنات، حطيتو هكايا طريفات عطى واحد البنه خطيره على حسب بناتي، ما بغيتش ندير لهم الحار، انا درتو في بلاصتي. صافي كندخلها الفران كطيب بحال الكيكه. يعني انا شعلت الفران من قبل بخمسة دقائق، تنشعلو عليها من التحت حتى تنفخ وتطيب وتحمر، عاد كنشعلو عليها من الفوق تكمل طيب، وان شاء الله نقدمها لكم بالصحه والراحه. بالنسبه للبسكوي كيجي هذا والشكل ديالو كيجي رائع. شتو البنات راه ولا مفطح ما بقاش مقبب. وهذه هي الفطيره ديالنا، كتجي هائله يعني غوتي مبرع. وهادو ان شاء الله غادي ينفعوكم، انا متاكده انهم غادي ينفعوكم. المهم غادي نقطع لكم واحد المورصو بعدا من الفطيره، انا اكيد الا جربتها ان شاء الله تعجبكم. هذا هو الشكل ديال الفطيره، انا درتها في طاوله اللي كبيره، جاتني رقيقه وجات هشيشه احسن من البيتزا كيف قلت لكم. حتى الناس اللي كتجيهم لاباط قاصحه ولا شي حاجه هذه غادي تحمقكم. شوفوا من اللور كتجي محمره وبنينه، والحشوه بدعوا كيف ما حبيتوا. كيف العاده كتبقى الاذواق ديالكم على حسب اللي بغيتوا نقصوا واللي بغيتوا وزيدوا اللي بغيتوا. بالنسبه للناس اللي ما غيكونش عندهم دانون مسوس بالنسبه للاباط، ممكن تكملوا غير بالحليب، ديروا كاس ونص ديال الحليب. صافي هذا الشيء اللي كاين البنات، جربوها ان شاء الله يا ربي تعجبكم. بالنسبه للغريبه كتجي هشيشه، ما نعاودش لكم داك الشيء اللي غادي يعجبكم، كدوب كدوب في الفم. عتي دابا نمشي نعمر واحد القهوه وغادي ناكلها معاها، كتجي فنه، كتجي زوينه بزاف. غير جربوها البنات ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو. وحبكم في الله حبيباتي، شكرا بزاف.